احنا شايفين في اوروبا وفي امريكا الولاد يقدروا يتعلموا فعلا عن بعد او عن طريق اللايف فيديوز سكايب، يعني حاجات زي كده. هل في مصر في اقبال دلوقتي على الفكره دي او في تقبل للفكره دي ولا لسه؟ اوكي، طبعا موضوع الاي ليرنينج زي ما حضراتكم تفضلت وقلتوا هو موضوع يعني احنا مش اختراع، بس احنا للاسف اتاخرنا فيه شويه. يعني اجابه على سؤال حضرتك، لا احنا لسه بنغير في المفهوم ده، لان مازال عندنا حته ان لا انا عايز ابقى قاعد قدام المحاضر او المدرس. لسه في ثقافه ان التعليم اونلاين اقل درجه من التعليم التقليدي. اعتقد ده التحدي الاكبر، لان احنا عندنا في المجتمع المصري بتاعنا كلمه ايه من منازلهم، اصله بيذاكر من منازلهم، يعني احنا دايما الصوره الذهنيه عندنا بالزبط. ان اللي قاعد بيذاكر من البيت ده اللي هو بقى كبر في السن او فاته التعليم او يعني، فالناس ممكن تكون مش قادره لسه تستوعب انه ده عادي، يعني زيه زي اي تعليم. بالظبط بالظبط. طبعا هو اي شيء جديد لازم هيبقى في مقاومه. لازم يبقى في مقاومه، صحيح. بعد شويه يعني احنا اكتر تحدي بنلاقيه ان الناس تاخد القرار ان هي تجرب. طبعا اول ما بيجرب خلاص يعني بيبتدي ياخد بقى كورس. يعني لسه من قريب كان في عندنا حد بياخد كورس متخصص شويه، حاجه تكنيكال، هي واحده في عمان، وبعد ما برضو واجهت شويه مصاعب كده لغايه لما ابتدت، لان هي كبيره شويه في السن، وابتدت تاخد الكورس، لقيناها بقى ايه، طب انا عايزه بقى اتعلم انجليزي وعايزه اتعلم كمبيوتر ومش عارف كل ايه. الحاجات اللي فاتتها عايزه تعوضها في الفتره، لان هي لقيت الموضوع ساعة هي قاعده في البيت من غير ما بتروح ولا بتيجي ولا اي حاجه، وقاعده اكنها قاعده مع المحاضر بالظبط، وفي في افيلابيلتي للانترنت فتستغله استغلال كويس. بالظبط. طب ده هو ده بيغني عن مراحل الدراسه عندنا الحكوميه او الخاصه او لا لا دي ملهاش علاقه بدي. بص احنا 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 اللي بنقدمه حاليا هو خدمة التعليم في كدروس مساعدة للطلبة من سنة أولى للثانوية في المنهج المصري والمنهج الإنجليزي والمنهج الأمريكي. أوكي. وده جزء، وفي جزء تاني بقى وهو يمكن يكون أهم بالنسبة للمستقبل، هو جزء السكيلز ديفلوبمنت او تنميه الذات او تنميه دي مهارات. دي بقى ملهاش سن معين بقى، اي حد دي بقى اي حد بالظبط كده. هي مش بس اي حد، اي حد واي سبجكت، يعني بدايه من عايز اتعلم لغات، عايز اتعلم برمجه كمبيوتر، عايز اتعلم مانجمنت، علوم اداريه، علوم اللي هو بيسموها soft skills اللي هي إدارة الوقت. و ليها شهادة على حسب المحاضر. ما أنا هقول لحضرتك، أصل احنا هي الفكرة ليها مستويين، وهي دي دي أهميتها. هي مش بس احنا بنساعد في العملية التعليمية، لا بنساعد كمان مجتمعيا. احنا عندنا طرفين هنا، عندنا طرف طالب أو واحد محتاج خدمة علمية معينة بنوفرها له وهو قاعد في البيت من غير ما يضطر يروح ولا يجي، أرخص وبغض النظر عن المجال الجغرافي اللي هو فيه. يعني مثلا أنا واحد عايش في الأقصر وعايز أخد كورس متخصص في حاجة معينة مش موجودة في الأقصر، هضطر أعمل إيه؟ يا إما مش هعرف أخدها، مش هعرف أطور نفسي في الحتة دي، يا إما هضطر أسافر. لكن مع ده أنا أقدر أخد أتعلم اللي أنا عايزه بغض النظر أنا موجود.